السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة علم العلوم. اليوم راح نشوفوا لي ريزيستونس اون سيري اون باراليل، بمعنى ربط المقاومات على التسلسل وعلى التفرع. نبدأ بالحالة الأولى لما يكون المقاومات مربوطين على التسلسل، بمعنى لي ريزيستونس راهم اون سيري. باش نقول على لي ريزيستونس هادو راهم اون سيري، لازم يمر عليهم تيار واحد، بمعنى عندهم نفس التيار. مثلا أنا في الدار واش راح عندي؟ كي التيار اللي حيجوز هنا راح يجوز على R1 R2 حتى ال R n، سما عندهم نفس التيار. مي إذا كان لقيت في الدارة ما عندكش ال R1 عنده تيار، R2 عنده تيار، هنا ما نقدرش نقول عليهم راهم اون سيري. متفاهمين يا جماعة؟ إذا كان يمر عليهم نفس التيار قولوا عليهم راهم على التسلسل، راهم اون سيري. القانون نتاعو واش راح يقول؟ R إيكيفالون لهادو كامل اللي هو هنلخصوه في هذا الشكل، راح يساوي لي R1 بلس R2 R3 حتى وين نلحقو ال R1. متفاهمين؟ مثال لما يكون عندنا R1 R2 R3 نلقي لك القى R إيكيفالون. R إيكيفالون هنا واش تساوي لي؟ R1 بلس R2 بلس R3، دونك 10 بلس 20 بلس 15 إيكال 45 أوم. نمر بقى الحالة الثانية، هي لما يكون عندي لي ريزيستونس هادو راهم اون باراليل، بمعنى مربوطين على التفرع. في التفرع حيكون عكس لي ريزيستونس. لي ريزيستونس اون سيري قلنا لازم يكون عندهم نفس التيار، مي اون باراليل راح يكون عندهم مش نفس التيار. حيث بيكونوا اون باراليل لازم الكورون اللي حيجوز هنا راح يدخل ينقسم، دونك هيكون R1 عندها E1، R2 عندها E2، R3 عندها E3. فاهمين؟ ممكن يكونوا متساويين، هذه R1 E1 E2 E3، مي يتساووش مع ال E اللي حيدخل من هنا. فاهمين؟ دونك القانون تاعو باش نلقاو R إيكيفالون تاع هادو كامل واش راح نديرو؟ قانون بسيط اللي هو يقول واحد على ار ايكيفالون ايكالا 1 سور ار 1 بلس 1 سور ار 2 حتى 1 سور ار ان. لما نديرو المقلوب راح تعطيني النتيجه هذه. متفاهمين؟ المثال لما ار 1 ايكالا 5 ار 2 ايكالا 10، هنا راك تخوبي ار ايكيفالون. دونك نطبقوا القانون تاعنا اللي هو هذا 1 سور 5 بلس 1 سور 10، وهادو كلش على بالمقلوب نديرو المقلوب حتعطيني 3.33 اوم. فاهمين؟ هنا حيكون عندنا الشكل هكذا، فيه هذا اخ ان وهذا 5، هنا عندنا 10. هذا راح نبسطناه لهذا الشكل، في هنا 3.33. نشوفوا دوكا بعض الأمثلة فيما يخص الدارة هذه. راح عندي مجموعة من المقاومات. دوك أنا كيفاش نعرف نفرق بيناتهم؟ من راهم اللي راهم اون سيري ومن راهم اللي راهم اون بارال. دونك انا راح نبدا نشوف يعني خطوه بخطوه. نبداو مثلا بهذا. هذو كيفاش راح نكون انا الكورون؟ واش قلنا اون سيري لازم يكون عندهم نفس التيار. التيار هذا راح يجوز هنا، عندي هنا مثلا اي، اسك هذا التيار راح يجوز على هذه؟ راح يجوز نفسهم على هذه وعلى هذه وعلى هذه وعلى هذه. هذو التيار اللي حيجوز هنا راح ينقسم، دونك جزء منه حيروح هنا، جزء حيروح هنا، جزء هنا هنا هنا. دونك هادو ما نقدرش نقول عليهم راهم اون سيري مع هادي. دونك انا هادي وهادي راهم اون باراليل مع بعضهم بعض. واش راح ندير هنا؟ ندلهم اريكيبان تاعهم، مقاوم مكافئة تاعهم. مقاوم مكافئة تاع هادو واش راح تساوي؟ القانون اللي هو سامبل كما قلنا، 1 سور 3 تاع هادي بلس 1 سور 4 1 سور 1 على بلس 1 سور 2 بلس 1 سور 5
وكلش نديرو له المقلوب، تعطيني دو فيرجيل 83 اوم. دونك انا هذه عطاتني اريكيفالون 1، من بعد رحت عوضتها هنا اللي هي اريكيفالون 1 حتولي لي اون سيري مع 2 اوم. علاش؟ باسكو الاي الكون اللي حيجوز هنا حيكون نفسه، تفهمين؟ دونك راح نجمعهم ديريكتوم، تعطيني في الاخر النتيجه تاع 4.83 اوم. هذا فيما يخص المثال الاول. شوفوا دوكا مثال يكون شويه كومبليكي شويه. في المثال هذا قبل كلش نبدا ناناليزي غير بشوي. دونك انا نشوف اللي راهم اون سيري واللي راهم اون باراليل. انا الكورو قلنا يجوز هنا، انا الكورو كي راح يلحق هنا واش راح يدير؟ جزء منه حيروح هنا، جزء حيروح هنا، وجزء حيروح هنا. دونك هذه مش راح امبوسيبل راح تكون اون سيري مع هذه ولا مع هذه ولا مع هذه. دونك تاع سيري هنا الحاله تاع عدد التسلسل نحذفوه. نروحو نشوفو منها. قبل كل جماعه نبداو من اليمين لليسار، التحليل تاعنا راح يكون من اليمين لليسار، ما كاينش كيف نروحو من اليسار لليمين، تفهمين؟ دونك نروح نشوف في الدالة، نروحو للآخر ونبداو. أنا في اليمين تاعي واش راه عندي؟ عندي هذه ريزيستونس تاع 4 مع 6، واش راهم؟ عندهم نفس التيار، التيار هذا حيجوز عليهم كيف كيف، تفهمين؟ حيكون هكذا، التيار هذا حيكون نفسه، دونك حنجمعوهم فقط. أنا كي راني جمعتهم، تعطيني أريكيفالون 1، من بعد راح نعوضهم من الشكل هذي. واش راح يكون عندي؟ هذي مع هذي راح تكون عندي اون باراليل. دونك حندير هذي اريكيفالون تاعهم مع بعضهم بعض، واش راح تمد لي؟ هي اللي هي اريكيفالون 2. دونك 1 سور 2 بلس 1 سور 10 الكل في نديرو له المقلوب، دونك حتعطيني 1.66 اون. من بعد نعوضو هادو بالار ايكيفالون 2، واش راح تمد لي؟ تمد لي شكل هذا، شكل هذا في ار ايكيفالون 2 والكات هذه. دونك حيكونوا اون سيري، باسكو علاش؟ حيكون عندهم تيار واحد. من بعد كي ديرهم اون سيري حتمد لي الشكل هذا. جماعة حيتبسط خطوه بخطوه، ما كاينش كيفاش ان نحذفوا خطوات ولا. دونك نبداو خطوه بخطوه حتى نكملوا التمرين تاعنا. كي لحقنا هنا واش راح نشوفوا؟ اركيفالون 3 راهي اون باراليل مع الان. هذا انا واش راح ندير؟ نطبق القانون تاعي فقط، هذه مع هذه اون باراليل نحسبها. من بعد واش راح تمد لي؟ اريكيفالون 4 راهي اون سيري مع 2 ومع 3، ونحسب اريكيفالون تاعي. متفاهمين جماعه؟ هذا فيما يخص المقاومات، ربط المقاومات على التسلسل وعلى التفرع. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.